يا ساتر، هاي تغيرت 180 درجة. تغيرت قوة. اوكي. السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا حلوين؟ إن شاء الله طيبين. رجعنا لكم في ستار فيلد الحلقة الثانية. اوكي. جلست أشوف الدروع الشباب والأشياء اللي معي. اكتشفت انه الدروع هذه اللي هو اللبس الكاجوال، مو الدرع، لا اللبس العادي هذا الابيرل، يعطي مزايا. اكتشفت انه مثلا هذا يزود عندي الصحة والاكسجين، هذا يعطيني 5% فرصة على البحوث انها تتطور عندي اذا لبستها. طبعا هو كأنه بالطو حق معمل، فهذه اشياء حلوة جدا. وخليته ما بعته، خليته مع الروبوت مثل ما تشوفون، اذا احتجنا نلبسه. طبعا الان نبي نستكشف اتلانتس، المدينة الكبيرة هذه. في الحلقة الثانية راح نستكشف المدينة ونعطيها حقها باذن الله. راح ندخل جميع الاماكن. طبعا تذكرون في الحلقة الاولى دخلنا هذا المتجر. اوكي، المتجر هذا هو اللي بعنا فيه اغلب الاغراض اللي عندنا. ومثل ما نشوف عندنا عندنا رصيد الان كافي، اعتقد ان نطور السفينة او ان نشتغل على نشتري دروع او اي شيء. لكن تذكرون اللي استقبلنا لاول ما نزلنا من السفينة الفضائية قال لنا عن هذا المكان اسمه فيو بورت. هذا الفيو بورت هذا اللي فيه ناس نقدر نوظفهم ونشغلهم معنا. هل ندخل نشوف؟ هو قال رحلة الفيو بورت، المكان هذا غالبا تحصل فيه ناس تقدر توظفهم. فخلنا نشوف هذا اللي جالس على جنب، هذا شكله مريب، نقدر نكلمه؟ اوه اسمه ذا هانتر يا شباب. اوكي، الهانتر هذا يقول بالعادة الناس ما يجون لمي، يخافون من البدلة حقتي. فعندنا ثلاث خيارات شباب، الأولى نقدر نمدح البدلة يعني نبدي إعجابنا، الثانية نستهتر فيه نقول مخيف، يعني نستهتر إنه يعني ما أنت بمخيف، الثالثة نقدر نسأله نقول من وين لك البدلة. خلونا نسأله كذا نشوف، يعني نكتسب معلومات حول اللعبة. أوكي، ما أعطانا إجابة كافية، يقول طول عمري أنا متلك هذه البدلة وكذا. طيب خلينا نقول له خلينا نقول له هذه هذا سكيري، نستهتر فيه نشوف يا شباب يمكن يضبط معنا. او لا خلينا نمدح البدلة ايضا، لا خلينا نمدح البدلة. اوكي الان طلع لنا خيارين جدد يا شباب. هنا نقدر نقول له انا اعتقد او انا اتوقع انك انت قاتل مأجور او انك تبع مثلا الجيش، او نقدر نقول له انك انت مثلا زاحف، يو ار ثق. خلنا نقول له خلنا نقول له شكلك زاحف. ضحك. اوكي شكلنا زجناه اكثر من اللازم، استانس الرجال. شكله بصير اصدقاء. اوكي الان طلعت لنا ثلاث خيارات. اوكي نبي نختار يا شباب الجمله الثالثه. طبعا الجمله الاولى نقدر نقول له هذا كئيب، انه اغلب الناس ساعدون بعضهم البعض، انه هو قال ما احب اساعد احد. او نقدر نقول له يعني الكلام هذا عادي بالنسبة لي، او نقدر نقول الخيار الثالث هذا انه مثلا كلامك هذا يحمل في طياته يعني اشياء مدفونة، يعني انك تلمح اشياء بس انك ما انت بصريح. خلنا نقول هذه. اوكي ما جاز له الكلام والصراحة ما تصدقنا. عرف لي. اوكي كرشني يا شباب، ما ناسب الكلام. اعتقد انا لو انا قايل له اني يعني ما يهمني الكلام ذا، اهم شيء مصلحتي، فاتوقع انه بنصير اخويا. خلينا نشوف هذا ايش. اوكي عندنا هذا سايمون، عندنا هذا جيديون، اوكي عندنا لوغان، هذا شكله بطل. اوكي لكن لاحظوا شباب اغلبهم عندهم تخصصات، يعني هذه لا هذه ما كتبوا عندها تخصص. لاحظ هذا شباب يقول سيستم سبيشالست، يعني متخصص بنظام الانظمه وزي كذا. خلينا نشوف نتحدث معاه. هنا يقول هل في تقنيين بالطاقم حقك؟ نقدر نقول له لا، او نقول له انا مهتم، يعني كم اجرتك؟ ونقدر نقول له وش تخصصك بالضبط؟ اوكي هو الان
مهتم بالطاقة، طاقة السفينة، متخصص بالسيستم حق السفينة، ويقدر يخلي سفينتنا أقوى إذا تعاقدنا معه. طيب راح نتعاقد معه، نقول I am interested، يعني كم تكلفتك؟ أوكي، شوفون الآن نقدر نستأجره 7500، والله واجد غالي. نقدر نقول له أنا ما راح أدفع يعني هالمبلغ ذا عليك، أو نقدر إن نتحاج حنا وإياه، نقنعه إنه يخفض لنا. نقدر نقول له أنا وش دراني إنك تبي تجلس أكمل مدة بتجلس معي على ما بالي يجيك عرض أفضل وتروح تخليني، أو نقدر نقول أنا متأكد إن نستطيع حل هذا الموضوع. أعتقد أنسب خيار هذا راح نقول له إنك ما المفروض إنك ما أنت بجالس بمكانك هنا في الكافي لو في أحد بيدفع لك المبلغ هذا. خلينا نشوف، اعتقد انه مناسب. اوه صار خطا علي. اوكي خلينا نختار هذا، اقول كم يعني وش يضمن لي انك تجلس معي. اوكي اقنعناه الحمد لله. زين اقتنع. اوه يا سلام، لا خفضنا اجرته يا شباب من 7500 ل 3750. ممتاز، يعني اقنعناه بهذه الجمله، قلنا له ترى الموضوع انه ما يستاهل، وش فادك جلستك بالمكان هذا، فاقتنع. يعني قلنا له ندفع لك قليل افضل من لا شيء واقتنع. اوكي خل ندفع له 3700. اوكي ممتاز. هنا نقدر نسوي ادارة للطاقم حقنا، نراجع ملفاتهم ونقدر نغير مهامهم. اوكي طبعا نقدر الشخص ان نوظفه يا شباب بالسفينة او نوظفه في القاعدة حقتنا الاوت بوست. بعض الطاقم يا شباب يكون عنده مهارات مختلفة، يعني مثلا يعزز سفينتك او يعزز بنفس الوقت يقدر يعزز الاوت بوست اللي هو القاعدة حقتك البيس. الان مثل ما نشوف يا شباب صار عندنا فرونتير اللي هو جيمسون الفا اللي تعاقدنا معه، هذا الشخص صار متخصص بأنظمة الفيوجن حقت السفينة. أوكي هنا بالسفينة طبعا البوست ما عندنا أوت بوست إلى الآن، لكن السفينة عيننا شخص فيها مختص. خلاص الحين نطلع. أوكي الآن يقول أراك هناك قريبا، بروح للسفينة. أوكي ممتاز، يعني تعاقدنا مع شخص. الآن يا شباب عندنا سكيلز، لا عندنا الميشنز. شوفوا بالنسبة للمهام أول شيء راح نبدأ فيه المهام الجانبية، ما راح نبدأ بالمهام الرئيسية أكيد. عندنا هذه مهمة جانبية، هنا يقول تحدث مع الضابط بلاتو. أوكي هذه مهمة جانبية تخص مركز الشرطة، هنا قال لي عنها الشرطي في الحلقة السابقة. طبعا يبغانا نركب القطار، نبي نروح. يلا بسم الله. الصراحة رسومات اللعبة جميلة جدا. أوكي اوكي الان نبي نروح لهذه الماس ديستريكت. اوكي نروح نكلم هذاك الضابط. طبعا المهام الجانبية نخليها قبل المهام الرئيسية افضل، ما احنا بعجلين احنا على القصة الرئيسية. نطور من نفسنا قبل ما نتعمق القصة الرئيسية افضل. اوكي المكان هذا رسبنا هنا، اعتقد فوق الطريق فوق. اوكي تعال، وين الروبوت معي؟ صراحة جميل جميل جدا المكان. اوكي اوكي بعدين من هنا اعتقد صح علي من هنا، لاني ما شفته طريق من تحت منك. لا تقولي لازم انزل الحين، ترى والله كسل. اوكي اما سكرت احد ما شفت شيء تو. سلامات. اوكي اختصار الذيب. اوكي من هنا يمين صح؟ ايه هنا الضابط، ما انتبهت لانه هنا. اي والله هذا مكانه. ايه يبينا ناخذ اللفت هذا. اوكي اكتفيت. نبي نروح الوحدة الدفاع.
اوكي هذه اللي فيها الضابط اللي يبغانا نكلمه. طبعا هو يبغانا ناخذ منها طرد، يبغانا ناخذ منها طرد او باكج نوصله للضابط اللي بالبدايه اللي وريتكم المكتب حقه قبل شوي. اوكي وينه؟ هذا هو. خلينا نشوف ايش يقول. نقدر نكلمه من برا من الشباك؟ لا نقدر نكلمه من برا. اوكي نقدر نقول له ان السكيورتي اللي تحت انه قال لي اجي لامك اخذ غراض. اوكي يقول عندنا باكج، يقول نشك انه ملوث او في بلاء، نبيك تشيله تروح بالمكتب السكيورتي تحت تشيك عليه. اوكي نبي نقول لها فهمنا الوضع، علمنا وين الباكج. اوكي علمنا الان وين مكان الباكج. الباكج تحت واحد من الكراسي اللي موجود برا، شكله مخبى يعني طريقة شكل نفس حقت تجار المخدرات وزي كذا. طبعا بالنات ستيشن هو مكانه. نبي نروح ندور الباكج، اعتقد انه تحت واحدة من الكراسي اللي في محطة القطار يمكن، او نروح له بالقطار عفوا. نات ستيشن، انا ما ادري شو المقصود بستيشن، ستيشن محطة لكن النات اللي هو هذا القطار. اوكي الباكج هنا تحت واحدة من الكراسي هذه. وينه؟ كيف نسحبه؟ الا هذا هو. اي هذا هو. اوكي اخذناه. ممتاز، خل نروح نوصله للضابط يومي ذا اللي مكتب السكيورتي. طبعا مو بالمجان، اكيد المهمة ذي راح يعطيني عليها فلوس. عشان كذا قبلناها، راح تفيدنا ان شاء الله. اوكي ندخل على المكتب. اوكي هذا هو الضابط. اوكي الان نعطيه الباكج، نقول جبنا الباكج حقك. نقدر نقول له على اي حال لكن عطني فلوسي بس لا اكثر. اوكي خلينا نقول عطني فلوسي. We're going to have to file paperwork first. Get you in the system. يا ليل استهبل ذا. Don't worry. لا عشوى يمزح. عشوى يمزح والله خلاص انا قفلت معي. Anyway. انا قال لي اصبر بملا اوراق وزين البيانات عشان اعطيك فلوسك. حسب صادق طلع يمزح، قال انا ام كيدنج. اوه ممتاز اخيرا يا شباب لفلنا الان ليفل 3. اوكي ليفل 3 تشوفون الان. الان نروح سكيلز، صار عندنا سكيل بوينت. يا سلام هذا اهم شيء، مهاره الاقناع راح نفتحها. اوكي بسم الله انلوك. يا سلام يا شي نعجله، ليتني مستخدم مهارة الإقناع أو صابر لما نفتحها قبل أروح أدخل المقهى أجند. الآن هذه أعتقد تبي تسهل لنا الكثير يا شباب أثناء التجنيد، أثناء أن نواجه رؤساء. هذه الخاصية وسكيل المهارة مهمة جدا. طبعا تغير الأجواء الصراحة عجبني جدا جدا مرة. خلينا نشوف المهمة هذه الحين اللي مفعلة عندنا وشي. اوكي. اوكي الان هذه قضينا منها. المهمة اللي فعالة هذه وشي؟ لا ما نبي نروح لندن، لا. اوكي. هذه وش المهمة؟ وين موجود مكانها؟ اوكي هذه مهمة موجودة ايضا بأتلانتس. نروح نشوف وضعها بعدين نروح المهمة الرئيسية. اليوم دوران بالأتلانتس، لازم نشوف المدينة كلها. طبعا هم مشتغلين على المدينة الحقيقية. منظر رهيب، جميل جدا المدينة. واضح انهم متعبين عليها مرة. اوكي وين المكان هذا؟ طبعا ترى تشوفون كثرة الأماكن نقدر ننتقل لها في الليفت والأسانسير، نقدر ننتقل لها في القطار. يعني مدينة أتلانتس ما واضح انها مدينة كبيرة ولا يكفيها حلقة واحدة وحلقتين يعني نستكشفها كلها، لكن حنا ما راح نركز فقط على المدينة هذه، أعتقد الأفضل انه خلاص نسوي مهمتين جانبية، بعدين نتجه إلى المهمة الرئيسية، بعدين نروح لكوكب ثاني، يعني نجدد شوي، لأن لو نجلس وقت طويل بمكان واحد راح نمل. أوكي. اوكي هنا هذا اللي عند المهمة الجانبية. اوكي خلينا نشوف ذي ايش وضعها. اسمها لويزا. اوكي انت تقول اني كنت اتوقع كارل لكن انت من هو كارل، لكن شكلك مرسل من قبله.
تقول اني احنا ودنا نحقق بموضوع انه عندنا استهلاك طاقة رهيب بأتلانتس، ولا ندري وش اللي يصرف الطاقة هذا، وودنا انك تساعدنا تحصل الموضوع وتحصل هذا اللي يصرف الطاقة علينا. نبي نقوله نقدر نساعدك ما يخالف. اوكي حلو، الان ايش قالت لنا شباب؟ تقول انا بروح لمركز التحكم، بجلس عند الشاشات وراح اتواصل معك عن طريق الريموت، عن طريق الراديو. تقول اوجهك الاماكن اللي المفروض انك تروح لها. اوكي الان سوينا تتبع للمهمة اللي قالت لنا عنها لويزا، هذا مكانها اللي هو مكان صرف الطاقة، نروح نشوف وضعه. اوكي المكان هذا هو فعلا. اوكي الان هي تكلمنا بالراديو. اوكي الان فعلنا سويتش مثل ما قالت لنا. اوكي لما نروح الان لصندوق ثاني، الصندوق الثاني اعتقد بهذا طريقة منا. ويش المكان هذا الصراحة مخيف، غامض جدا وشكله مكان تحت بالانفاق. اوكي منه سويتش صح، نشوف هذا السويتش ايش وضعه. فعلا سويتش هذا للباب، كويس انت انتبهت له. اوكي اوكي next one's not too far that end right down from Jake's okay right under that apartment they've been trying to sell طلعنا. good luck with that right okay الثاني تقول ما هو بعيد عن هذا، هذا الباب مقفل، نبي ننزل مع الباب الثاني من هنا، نروح يسار من هنا. اوكي هذا هو قريب فعلا، خلنا نفعله. اوكي suggest avoiding eye contact. It should be fine. ايضا باقي بوكس. اوكي ما هو بعيد. او تعب اللاعب. اوكي في سكيورتي عند الباب يطيعوني يدخل. لا اعتقد الطريق من هنا. اوكي من هنا. يعني انا توقعت اني ما يمديني اروح مع السكيورتي، هذا هو. اوكي اوكي هنا ما يمديني اروح مع الطريق هذا في الحل. اوكي هذه اعتقد لها علاقه بالابواب. اوكي ايوه ايه هذا هو كذا، ايه كذا نفتح الباب سهل. اوكي ممتاز. You saved me like a week of work. Why didn't you meet me at the monitoring station near where we met? اوكي قابلني بالمكان اللي تقابلنا فيه، وينه؟ من هنا اعتقد، من هنا اختصار. بعدين شكل الباب هذا مقفل، لا زين مفتوح، لا بس مو من الطريق من هنا. اوكي ما زال الطريق يمشي، نزلنا من هنا. اوكي اوكي قربنا جدا، هذا الطريق تقابلنا فيه، وينها؟ أخيرا في باب هنا ما شفته. أوكي هذه هي، نشوف وضعها. أوكي تشكرنا، والله محترمة. أوكي أوكي نبي نقول لها ما دامك تدفعين حنا مستعدين نسوي أي شيء عشان نذكرها تدفع لنا، لأن الخيار الأول ما جاز لي. لو نقول لها سعيدين لمساعدتك يمكن تسحب علينا ما تدفع لنا. ما جاز لها كلامي، شكلها ماش ممسكة فلوس. أوكي تقول عرفت التسريب من وين حق الطاقة، إنه بمركز المقايضات، شكل مركز المقايضات ذا مشكلة إن الواحد يروح له.
اوكي اوه اعطتني 2000 فلوس والله ممتاز شغل. اوكي الان قربنا لهذا المكان اللي فيه السكيورتي اللي قبل شوي شفناه. بداية وصولنا لهذا المكان. اوكي هذه الزوي اللي كانت تتكلم عنها هذه اللي مالك لهذا المكان ومو مقتنعة ابد ان المكان هذا حقها يصرف هو سبب صرفية كهرب. ولا انا اعتقد انها هي تنكر تدري بس تنكر، يعني اعتقد انهم يسوون نشاط غير مسموح فيه فهذا اللي يخليها تجحد. اوكي والله قايل لكم شباب. اوكي ممتاز الان تقول ابيك مستعد لكل شيء، خلي سلاحك جاهز لاني ما ارتحت لها وما نبي نلجأ للعنف. قالت لي خلي العنف الخيار الاخير. اوكي طيب نقول له ما عليك ارتاحي ان شاء الله كل شيء بيصير تمام. اوكي الوضع ما يطمن، ما ارتحت الحين. هذه زوي حاولت تصرفني، حاولت تصرفني تقول في بوكس اخير انت ما شيكت عليه، وهذه صدقتها المشكله قد خلني انا وياها لحالنا نبي نتفاهم على ما بال انت شيك على الصندوق الاخير. فانا ما ارتحت، شكلها زوي هذه وراها شيء، وراها مشكله. اوكي كاننا قربنا. ايوه ممتاز اوكي عرفنا الطريق. اروح ل 45 اي بشوف 45 اي اللي هو تحت يسار هذا. اوكي هذا هو فعلا. اوكي هذا اعتقد ان استخدمنا اللفت ولا الصغير. اوه قالت لنا كلام مهم يا شباب. اوه محتارين يا شباب. اوكي شباب قالت لنا انا متاكد انك تبي تحصل شيء الحين، لكن اذا حصلته وجبت له لي الان الاول قبل لويزا راح اتاكد اني راح ادفع لك مبلغ خيالي. زوي قالت لي هذا كلام، طبعا قالت لي هذا كلام ولويزا ما تسمع. الصراحه احترت ما ادري هل يعني فعلا اجيب لها اللي حصله، بس اخاف تغدر فيني يعني ما تدفع لي شيء. طبعا هذا اللي اشر هو بنفس المكان هنا، ما اعتقد نفس المكان بس بعيد مره، خلينا نشوف. يا المدينه كبيره قسم بالله دخت، عالم كبير كبير مره من جد عالم كبير. اوكي خلينا نشوف هذا ايش وضعه. ناظر محلات الملابس، محلات الاشياء. هذا يفتح كل 49 ساعة. كيف زايدة عندهم ساعة؟ زايدة عندهم مو بساعة، زايدة عندهم 25 ساعة. اوكي خلينا نشوف. اوكي نروح من هنا، نبي نروح نرجع في هذا البرج. اوكي الباب هذا مقفل، شو الوضع؟ اعتقد لها سويتش يفتح ولا لها شيء، نشوف. أما الباب مقفل. أوكي
اوكي وصلنا نهاية ذي. انا لازم اروح اجيب ولا اشتري الاشياء اللي تفتح الاقفال، اعتقد انها موجودة عند التجار يبيعونها. خلوني انطق للتاجر بسرعة، وضعي كذا دمار. اوكي الان رجعت للمتجر، المتجر تذكرونه هذا اللي بعت عليه الاغراض. بشوف اللي عنده اللي يفتح الاقفال ولا لا. اوكي تعال. اوكي اعتقد اني بايع اللي يفتح الاقفال اللي معي. والله انا مجامع من المهمة اللي راحت واجد. هذا هو اسمه دي جي اي بيك. اوكي صراحة اني اخطيت اني بعته. راح نشتري كمية. ما عندنا ثلاث حبات، اشتريتهم خلاص. اوكي خلنا نرجع الان نفس الباب نحاول نفتحه يلا. اوكي الان رجعنا للتور، خلنا نشوف الباب هذا نقدر نفتحه ولا. يا سلام هذا المطلوب. طبعا مثل ما تشوفون انا اخطيت اني بعت ذولي وكان معي كمية كبيرة، لكن ما ادري العتب على الجهل. انا ما كنت جاهل ما ادري اني احتاجهم يعني. اوكي هذه هنا وهذه هنا كويس. طيب ذي، طيب ممتاز. هذه هنا اوكي ممتاز خلاص. هذه عط هذه هنا، هذه نفتح ذي وهذه نفتح ذي وهذه نفتح الأخيرة. بسم الله يا سلام فتحنا الشقة. اوكي الحين لوت كل الأغراض، خل نستخدم الكمبيوتر نشوف. اوكي هذه الملفات المحملة، الرسائل السابقة او الرسائل الأخيرة. اوكي اعتقد انه هذولا اخذين طاقة علشان يشغلون الكمبيوترات هذه لانهم يسوون ابحاث طبعا بطريقة غير نظامية. اوكي طريقة غير مصرح بها عفوا. اعتقد هذه سبب صرفية الطاقة اكتشفناه. ممتاز خلنا نرجع الان. اوكي الان رجعت شباب معي الدليل اللي اخذتها من الشقة، لكن انا محتار اقدر اسلمه لويزا واقدر اسلمه زوي. طبعا زوي وعدتني تدفع اكثر، شو الراي؟ اهم شيء فلوس صح؟ اعتقد اهم شيء فلوس. اما فقط 2000 يلعن ام البخل. انا لو اني داري كم ما خربتها مع ذي. القهر ليتني ما خربتها مع ذي. 2000 بس يا بخيله. اوكي تبيع اشياء هذي العجوز، خلينا نشوف ايش عندها. اوكي تبيع اسلحة. ارى عندها اسلحة، عندها اشياء حلوة. لان معنا رصيد 11000. زين والله معنا رصيد بعد المهام. عوضنا اللي تعاقدنا مع ذاك. اسلحة الصراحة في اسلحة قوية مرة. شوف هذا السلاح قوي يا عيال مرة مرة. عندنا الدمج 18. عندنا ايضا السوت او البدلة الفضائية، عنده بدلات فضائية. لكن خلينا نشوف الهلمت، حلو في اشياء حلوة عنده. خلينا نشوف هذا فتح الاقفال اذا عنده نشتري. وش هذه الشنطة؟ سيمزنز ارت. لكن ايش فايدتها هذه؟ والله غريبة لو غالية ب600. اوكي اوه رصيدي 18000. تو ينتبه رصيدي اللي تحت يسار، انا حسب رصيدي اللي فوق يمين 11000. جيب الشنطة خلينا نشوف ايش قصتها ذي. اوكي الان وصلنا المكان اللوج اللي فيه الكونسليشن، فيه المنظمة. اوكي خلينا نشوف. ممتاز. الروبوت يقول ان المنظمة او افراد الباحثين
بيكونوا ينتظروننا بالداخل. طبعا احنا جايبين معنا القطع حقت الارتيفاكت هذه، طبعا ستوري لاين حق القصه الرئيسيه شباب. اوكي ممتاز ممتاز. اوكي هذه ساره شكلها رئيستهم. Would you care to tell us what happened to our friend? Why you're here and he isn't? اوكي الان تقول قل لنا ليش انت جيت وصديقنا ما جاء. تقصد بارت اللي اعطاني الطياره. اوكي نبي نقول له الحقيقه. نبي نقول له بايرت اتاكت، يعني القراصنه هاجمونا وبارت طلب مني اني اوصل ارتيفاكت الخيار الاول. اوه سالت الروبوت، قالت فاسكو الروبوت، قالت هل كلامه صحيح او لا؟ يعني لو انا كاذب يا عيال على طول بنكشف. الروبوت يسمع كلام الرئيسه. زين نجوت باعجوبه. اوكي قالت انه لما طلعت ارتيفاكت هل سمعت شيء؟ شفت شيء؟ لقد كان هناك انوار ساطعه وموسيقى. خلينا نختار هذه، نقول الصدق المره ذي. اوكي ممتاز. اوه شوفوا قطع الارتيفاكت بالنص يا شباب، قطع الارتيفاكت. شوفوا القطعه الاولى ولا القطعه الثانيه هنا، شكلهم هم يجمعونها كامل، هذه مهمتهم الباحثين. اوكي اي ثينك اتس تايم وي تيستد يور ثيوري رايت ليتس سي. اوكي اوكي الان طلبوا مني اني احط قطعه او اضع قطعه الارتيفاكت على الطاوله. قالوا ان القطع تتفاعل مع بعض، بيشوفون نظريات ما هي صحيحه ولا. اوكي حطيته. اوكي هم يقولوا كنا متخيلين انه كان في حبتين فقط. اوه تفاعلوا مع بعض، يتشكلون الان. اوكي اوكي تحمست هذه واجد السمراء. اوه اوكي الان توهم يكتشفون انه في مجموعه كامله من الارتيفاكت ويجب انهم يحصلونها. تلاحظون هنا في فراغ، هنا في فراغ، هنا في فراغ، يعني القطع لسه ما اكتملت علشان تزين الشكل هذا اللولبي. اوه بيوظفوني معهم. اوكي بيوظفوني معهم، وش الوظيفه يا شباب؟ ان نجمع باقي قطع الارتيفاكت. اوكي هذه المهمه الرئيسيه وهذه القصه الرئيسيه حقت اللعبه. اوكي نقدر نقول حسنا انا معكم، علموني وش المطلوب. اوكي يلا على طول نوافق. اوه نايس اعطوني يا شباب النفاث اللي يحط على ظهر اللاعب علشان يطير. ممتاز. وقلت يوم قلت لها وش المطلوب الان وش اسوي، قالت اصبر ان باقي اعضاء من الباحثين ما احضروا اليوم، اذا اكتملنا كلنا راح اناديك ونعلمك وش المهام اللي راح نعطيك اياها، لكن تقول الان رح وخذ فر بالمدينه زين اللي تبي لمين نطلبك ناديك مره ثانيه. متفاهمه، تقول خذ وقتك ابد، اذا حسيت انك جاهز تعال لمنا ونعطيك المهمه اللي بعدها. اعتقد مهمتها رئيسيه، ما ينفع ابدا بالالعاب اللي زي كذا انك تتسرع بالمهام الرئيسيه كذا ورا بعض، راح تحرق اللعبه او القصه الرئيسيه بشكل كبير بوقت قصير. ما اعتقد انها يعني راي سديد اننا نتسرع بالاشياء ذي. اوكي الباك باك اللي اعطوني هذه تشوفونها، هذه اللي اعطوني اياها، خلينا نجربها. اوكي بسم الله. خلينا نجربها. يا سلام. اوكي. اوكي ممتاز. اعتقد انها تحتاج تطوير عشان ترفعنا، البوست حقها قليل ما هو عالي مره. لكن ذي راح تفيدنا بالكواكب، الاماكن اللي نروح لمها، انها تخلينا نطير. جميله الحقيقه، اضافه جميله على البدله. نشوف ننزل من مرتفع مثلا كذا، بعدين اذا قربنا الارض نشغل البوست. صراحه جميله، اضافه جميله للبدله.
الآن خلونا نروح نشوف شو نقدر نسوي بالسفينة حقتنا. يلا أوكي، الآن وصلت عند السفينة شباب، أبى أشوف هل أقدر أطور السفينة ولا. بدون معنا رصيد الآن، صرنا معنا رصيد عليه العلم. أوكي، الخيار الثاني يقول I would like to view and modify my ship، ونقدر نقول لا وش عندك سفن تبيع. هنشوف كم أسعار السفن باللعبة. أسعار السفن باللعبة عندك هذه اسمها رامبلر، كم سعر هذه؟ الرامبلر ب 57,000. يا ساتر، إنما معنا ل 26 فقط. والله غاليات السفن، لكن شوف قوتها فرق على الصراحة عن اللي معنا. عندنا الجيليو، هذه الثانية جيليو. يو ساتر، 132,000 سعر السفينة، وهذه ب 76,000. واسعار السفن غالية، تحتاج فلوس، تحتاج رصيد. هذه 104,000. هذه الشيلد بريكر اسمها كاسرة او محطمة الدروع، صراحة اسمها فخم. 279,000. يا ساتر يا السعر، يا ساتر يا القوة. شوف بياناتها فوق يسار، يا السفينة قوية مثل مرة. طيب احنا ما راح نشتري لانه صراحة طفارة. خلينا نقول لنا بنطور سفينتنا. اوكي، هذه سفينتنا متواضعة اسمها فرونتير. السفينة الفرونتير ذي ايش نقدر نسوي فيها؟ نقدر مثلا نقدر نصبغها هنا، نقدر نعدل عليها، نقدر نلون سفينتنا. خير لونها من الابيض. خلصت الان ملون السفينة، اخترت اللون اصفر واللون الاحمر واللون الاسود، اعتقد مناسبة الوان ذي المزيج. اعطوني اقتراحاتكم، اذا في ميكس الوان تحسون انها اجمل اعطوني رايكم في التعليقات يا شباب. الان خلصنا من التلوين، خلونا نشوف كيف نقدر نطور السفينة. بالنسبة للابجريد خلينا نشوف هذا الليزر كيف نقدر نطوره. اوكي، هذا الليزر يا شباب الرينج حقه 4000 يا عيال، يعني بعيد مرة هالمدى حقه، والدمج حقه للشيلد والهول اقوى يعني ضد السفن الثانيه. وعندنا هذا بعد قوي مره، اعتقد هذا وجدنا ضالتنا، هذا ممتاز مره، راح نطور هذا. اوكي، عندنا ذولي المدافع اللي فوق. اوكي، بالنسبه لابديت الصواريخ اعتقد هذا الانسب، مع ان سعره قليل لكنه بطل. ليش؟ لانه يزود الرينج، يخليه 1000، والفاير ريت يزوده يعني سرعه الاطلاق، يخليه يطلق بسرعه. ايضا الماكس باور يعني ينقص شوي، لكن ما هو بذاك التاثير اللي قوي مره، اعتقد انه افضل. انا احترت بينه وبين هذا الحقيقه، هذا الرينج حقه عالي مره، لكن الاطلاق نفس اطلاق هذا العادي اللي معنا، ما يطلق بسرعه. خلونا ناخذ هذا افضل. اوكي، عندنا هذا المسل. اوكي، اعتقد المسل افضل شيء اللي عندنا، ما يحتاج نتعبث فيه، من جد ما يحتاج نتعبث فيه، اللي معنا قوي. طيب، وهذا اللي وشن؟ اوه، المحرك يمدينا نعدله يا عيال. نعدله ولا ما نعدله؟ اعتقد نعدله افضل ب 11,000. طيب الاخير وش الشيلد اللي والدرع؟ الدرع يمدينا نسوي لها ابجريد ب 3000، نسوي لها ابجريد لان الشيلد عندنا على طول ينكسر. وهذا وش ذا؟ هذا اي، هذا اللي ينقلنا من مجره لمجره. نقدر نسوي لها ابجريد اعتقد يوصلنا المجرات ابعد، 5000. اوكي، اوكي، خلونا بس نكتفي بهذا، نقول له نعم كونفيرم. اوكي، عدلنا على السفينة الان. اوكي، يا ساتر يا الرصيد، نزل رصيدنا الان يا شباب 3700، طفرنا. لكن زادت قيمة السفينة حقتنا، قيمة السفينة حقتنا تشوفونها وصلت 100,000. يا ساتر، تغيرت 180 درجة. تغيرت قوة. اوكي، من جد تغيرت. اوكي شباب، الان طورنا السفينه،
باقي مهام جانبية افتحوا لنا تشوفون، لأن هذه مو قالت لي صرف نفسك، ارتاح، اتعرف على المدينة، فتحت لي مهام جانبية كثير، فما راح نتعمق فيها. الفيديو هذا أعتقد كافي الحلقة هذه. يعطيكم ألف عافية شباب على المشاهدة، اللي وصل هنا نهاية الحلقة تكفون لا تنسون الشير واللايك، واللي جديد لا تنسى الاشتراك. حياك الله في القناة، كان معكم ستورمي، أراكم في الحلقة الجاية، في أمان الله.